يلا نحضر صينية الحلبة على أصول. تعرف أني أنا بعتبر الحلبة من ألذ وأطيب الحلويات الشرقية اللي بيحضروها أمهاتنا وجداتنا، وهنحضرها اليوم بطريقة نخفف من ريحة ونكهة الحلبة. بالبداية بدي أحط 7 أكواب من سمية ساسة الخشن، 1.5 كوب من الطحين، 4 معالق كبيرة من الحليب البودرة، 4 معالق كبيرة من السكر، 4 معالق كبيرة من السمسم المحمص، و4 معالق كبيرة من حبة البركة. الحلبة عندي 1/2 كوب بنقعه قبل بليلة، بعدين باخده بكوب ميته وبحطه على النار مع مي جديدة، وبعدين برجع بكوب المي بحط مي جديدة. رح أخلطهم كلياتهم مع السميد، بعدين أخذ 2 كوب من سمنة البلقة اللي بنكهة الزبدة اللي بكون ندوبتهم وأبس السميد فيهم كتير منيح. بعدين بناخد 2 كوباية من مية سلق الحلبة وبحط فيهم 2 معالق كبيرة من الخميرة وبعجنهم بأطراف أصابعي. عندي طبعا صينية مقاسها هنا 40، دهنتها بطحينية وفردت عليها الحلبة اللي نزلت لكم طريقة تقطيعها قبل هذا الفيديو. بعدين بدخلها على الفرن على حرارة 200 لتاخد هاللون البجنن وبسقيها بالقطر البارد.